المنصب العمودية عندنا 8 ترحاب ديالنا كانت تنشتغلو، تنشتغلو مع مجموعة ديال الموظفين اللي تيشتغلو، تنفتخر بكونهم أنهم تيشتغلو موظفين شرفاء واللي عاقلين لهذا المجلس حقه. كانت تنشتغلو في الوقت اللي كان الموظفين ما كاينينش، درت دو توني وبان لي بأن نص الموظفين ما كاينينش ولا أكثر من النص ما كاينينش. كانت تنشتغلو خدمنا في وقت كل واحد باش يدير ليسون، عطيني كل واحد شنو تيدير لاباش ديالو. وإيفيكتيمون عطاونا كل واحد شكون اللي خدام شكون ما خدامش، عطاونا شكون اللي خدام شكون ما خدامش، وبدينا الإجراء آخر، الإجراء بديناها مع الوزارة الوراثية قبل ما تنضي هذه العملة تصحيح، والإجراء مشينا فيها، بل أكثر من ذلك أن بالفعل أن الإجراء ديال هاد الناس اللي ما تيحضروش والناس اللي تيتواجدوا خارج أرض الواقع في الوطن، ما كنتش نتوقع أن غادي يدخل غادي يجي شي حد يدافع على هاد الموظفين، أن هاد النوعية الموظفين راه وارع راهو استغلال النفوذ، راهو كل تسمية البشعة اللي ممكن تقولوها في حق هاد الناس هذا راه ممكن تسمع، ماشي أنا ما تنقول لها وحدي، هما الموجودين تيحاربوا الفساد وتيآمن أنه تيحاربوا الفساد، خاصو يجي ويهضر بأن هاد الشيء ما خاصوش يكون، حنا كنا عارفين بأن النهار اللي داز التصريح والنهار اللي الصحفي كتب داك التعليق على التزوينة في الفيسبوك ديالو بأن هنا والإدارة تشهد بأن ما بقيناش في الستاسيون، بأن الناس اللي دوزوا كلهم لا موظفين اللي كان غايب شي حد شهر. الحديث اللي كاين هو أننا محاربة هذا الطرح، ما يمكنش واحد يشتغل في الدار، أنا معايا موظفين اللي تاخذوا 6 وحد وما عندي ما نعطيهم، لا عطي الله ومع ذلك تقول لك حنا معاك رخصة، معايا موظفين اللي تاخذوا لا تنصحوا فيهم، تيشتغلوا في ميدان ماشي ديالهم وكلهم الهم ديالهم أنهم يدفعوا المداخيل ديال الملك ديال الملك ديال الملك، وأنا تنصحوا فيهم وتنعتز فيهم. وكون كان عندي ما نعطيهم ما نعطيهم، انا تيستحقوا على الجدار صحه. كاين موظفين ما كاينينش، كاين شي مغرب، واش شفتوا شحال هذيك؟ بالفعل انتم تاخذوا هذه النقطة، هذا شيء ايجابي جدا، انا كنت تاخذوا هذه النقطة، ولكن تاخذوا المجالس السابقة شنو دار؟ ما دارت حاجة. هذا ما توقفوها في المجالس السابقة، عطيني شنو دار في المجالس السابقة؟ انا تنتحداك لو كان ما توقف واحد، فين والو؟ ما كاين حتى حاجة. النهار اللي دينا الميت فات الاستاذ عادل عندنا استقالة، واحد خدم استقالته ومشى لحلب، التقاعد النسبي يوميا تنتوصلوا الطلبات ديال التقاعد النسبي، تنحاز 15 تقاعد نسبي، العزل، حنا وصلنا المسار ديال العزل كاع الموظفين اللي خارج أرض الوطن، وحنا يوميا أنا شفت من تتعرض هاد المصادر اللي ما عندهاش غير اختصاص الجماعة بوحدها، جماعة عندها سلطة بصرية، عندها وزارة ديال الباقي اللي تتعالها، وزارة أخرى اللي هما داخلين دونك هذه مجموعة المصادر اللي حنا غاديين فيها، وحنا يوميا تنتلقاو يوميا تنتلقاو أجوبة ديال الرسائل اللي كاتبنا والاستفسارات اللي سالتنا، سالتنا 498 استفسار كتابة مشى، المجالس التأديبية دوزنا 5 اللي دوزنا المجالس التأديبية، طرح علينا السؤال علاش كندوزو في المجالس التأديبية؟ لأنهم المواطنين اليوم ولاو واعيين. المواطن اللي ما ميتيمش شي حد يدير له الابتزاز ويطلب منه العشمه ولا تيصوروا صيفطوا، غتقول لي بان تصور شيء غير قانوني، اقول لك ايه تصور شيء غير قانوني، ولكن كأداة الاثبات داخل المجلس التدريبية انا تناخذها بالاعتبار، دونك 5 تم التأديب ديالهم، العزل هذوك اللي خارج ارض الوطن توصلنا بربعة الاشخاص اللي تم العزل ديالهم رسميا، وباقي المساطر غادا، وكل مرة غنتوصلوا كل مرة غادي نخرج لكم شحال ديال الناس اللي وصلنا لهم. الاقتطاعات قلنا ثلاثة الاقتطاعات المتغيرين، القهقرة في الرتبة، جوج ديال القهقرات في الرتبة إلى آخره، هذا الميت هذا تبدا هذا الميت هذا تبدا رسميا العقوبات والتفعيل ديال هذه المصادر تبدا مباشرة من مور شهر ماي إلى آخر شهر أكتوبر، هذه الساتيستيك إلى هذا ومازال عاقل.